مين تفضل يا شهرزاد. يزيد فضلك. اليوم عندي حلم يا أختي، رأت أختي أن أمي أحضرت البيت 3 توابيت جمع تابوت، طيب واضح، وبعدين كان فيهم موضوعين شهداء، 3 شهداء 3 شهداء. طيب كانوا موضوعين في الغرفة. بعدين بدأ أن الشهداء يستيقظوا، وكأنهم كانوا نايمين يستيقظوا ويعاودوا يناموا في التابوت، نعم، وكانوا مبتسمين وكانوا لابسين أبيض. يا سلام. فأختي يعني استيقظ الأول والثاني والثالث كان حيستيقظ، يعني أختي ارتعبت منهم من المنظر. بعدين أختي الثانية قالت لها لا تخافي، هذوما شهداء يعني ما يموتون، لا يموتون فقط. طيب انتوا كم واحدة وكم ولد وبنت في البيت؟ احنا بنات فقط، كم واحدة؟ 6 بنات كم واحدة متزوجة؟ متزوجين، 2 وواحدة مخطوبة. يعني باقي 3. نعم. باقي 3. طيب كم أصغر واحدة عمرها؟ كيف؟ أصغر واحدة كم عمرها؟ 19 سنة. يعني كلكم في سن زواج. طيب يا شهرزاد بارك الله فيك، تابعينا تابعينا. طيب إذا الـ3 توابيت التي أحضرتها أمك لكم في المنزل هي أعمال خير قامت فيها تنفعكم في الدنيا وفي الآخرة عند الحاجة. أعمال خير قامت بها تنفعكم بالدنيا والآخرة عند الحاجة. لماذا؟ لأنهم كانوا يقومون وينامون، وأنها قد أن الشهداء لا يموتون، وهذا حق بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا الأعمال قامت بها فيها خير، ربما تسارت في زواج بناتها، ربما قدمت المعروف للآخرين، ربما 3 أعمال قامت فيها تنفعها في الدنيا وفي الآخرة، وقد تكون سببا في فرح الـ3 بنات المتبقيات. يعني هذه الأم إن شاء الله تتزوج كل بناتها. هذا والله العليم.